من الجنوب اللبناني ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. محمود، هل توجز لنا كيف هي الأوضاع الأمنية اليوم وفي الساعات الأخيرة؟ ما الجديد محمود؟ سأذهب سريعا إلى هذه العواجل وتحديدا إلى بلدة حولة، حيث تحترق سيارة رابيد الآن على الطريق العام الرئيسية بعد أن استهدفتها طائرة MK رابيد التي هي كانت على جانب الطريق، استهدفتها الطائرة بصاروخ وهي الآن تحترق، والنار في داخلها والدخان أيضا يتصاعد في داخل البلدة من هذا الرابيد. أيضا من حولة مباشرة إلى هذه المنطقة وعلى طول القطاعات الثلاثة، وبعد هدوء نسبي من ساعات الفجر الأولى حتى هذا التوقيت، عادت المواجهات لتشتمل عدد كبير من المواقع العسكرية ما بين حزب الله وما بين الإسرائيلي من جهة. آخر هذه المواجهات كانت في بداية القطاع الغربي وتحديدا في حنيتة، حيث أمطر الحزب الموقع الإسرائيلي ثم بعد ذلك أمطره بصاروخ، ثم بعد ذلك رد الإسرائيلي بقصف مدفعي طاول بلدة علم الشعب. أيضا إلى بلدتين في منطقة القطاع الأوسط وتحديدا ما بين ميس الجبل وحولة، حيث قام مقاتلو الحزب بإطلاق النيران على الأعمدة التي هي متخصصة لسلاح الإشارة الإسرائيلية والتي هي أيضا تعمل على قاعدة التنصت أو الاستشعار عن بعد أو أيضا لضبط أي إيقاع تحركات على الحدود اللبنانية. ومن هذا القطاع إلى أيضا القطاع الشرقي، وتحديدا كما أشرت في مقدمة هذه النشرة إلى المواقع الإسرائيلية في رويسات العلم التي قام حزب الله منذ حوالي 3-4 ساعات بإمطارها بعدد من القذائف الصاروخية، رد الإسرائيلي من جهته في هذه المواقع التي هو أيضا بالأمس نفذ حزب الله عليها عمليات على 5 مواقع في نفس المكان وفي نفس البلدة، ليرد الإسرائيلي من جهته بإطلاق عدد كبير من القذائف المدفعية والصاروخية التي انطلقت من مرابده في الجولان وفي الجليل الأعلى باتجاه أطراف السنديانة التي هي خراج لبلدة كفرشوبة. سقط عدد كبير من القذائف الإسرائيلية على قطيع للماعز في خراج البلدة. القصف عاد في تلك المنطقة ليتشدد منذ حوالي ربع ساعة أيضا لتهدأ في هذا التوقيت الآن، ونحن على الهواء مباشرة في منطقة حانيت، لأيضا تشتعل نوعا ما كما أشرت معك في حولة. الذي يقرأ سريعا الذي يجري على الأرض إلى أن آخر المواجهات العسكرية وأعنفها كانت ليلا في هذه المنطقة وتحديدا باتجاه هذا الموقع الإسرائيلي ما بين الرادار وأيضا الذي أشرت إليه برنيت التي زارها رئيس الأركان الإسرائيلي، حيث جرت المواجهات أكثر من 3-4 ساعات من الساعة 10 إلى الساعة 2 فجرا، وتدخل الحربي بإلقاء الخزانات القوية التي أيضا ضجت فيها المنطقة على طول 20 كيلومتر، لتهدأ بعد ذلك بإطلاق لبعض القنابل المحدودة إن كان في بليدة أو في يارون أو في هذه التلة التي هي وراءنا مباشرة في الزرعيد على مدى 4-5 ساعات، ثم بعد ذلك تنفلش المواجهات منذ حوالي 1.5 ساعة على طول الجبهة. إذن محمود، وأيضا على العاجل قصف مدفع إسرائيلي مركز على أطراف بلدتي الظهيرة وعلم الشعب نقلا عن الوكالة اللبنانية. محمود، هل تمت هذا الذي كنت نعم صحيح هذا عفوا هذا الذي كنت أريد أن هذا الذي أشرت إليه، وهذا الخبر هو يعني نعطيه مفعول رجعي حوالي 25 دقيقة. طيب محمود، هل من أي تحركات أو تموضعات تغيير في شيء تكتيكي يتم رصده على الأرض في المناطق الحدودية؟ بالنسبة للواقع العسكري نحن
نرصد بدقة الذي يجري على الأرض، وتحديدا من خلال العمليات العسكرية التي أيضا هي تنصب في إطار ما يسمى بتنفيذ لقواعد الاشتباك، وأيضا لتنفيذ للقواعد المعمول بها ما بين الجانبين عبر السنوات الماضية. وأيضا نرى كيف أن حزب الله ينفذ من عن طول هذا الحدود باتجاه داخل المواقع الإسرائيلية، عندما القوى العسكرية الإسرائيلية كما حصل في برنيت لمجموعة من المشاة انكشفت على مطلقي القذائف الصاروخية مباشرة تعاملوا معها بعمليات قصف، وأيضا على المواقع العسكرية، وأيضا بطريقة عسكرية أساسية لإطلاق النار أو الصواريخ المتوسطة، أو أيضا إطلاق الصواريخ الموجهة لهذه الأنطلات التي نراها على الحدود، والتي هي الأعمدة المزودة بأحدث تقنيات عالمية في التنصت وفي عملية الرصد. هذا من الجهة اللبنانية حتى أننا مثلا على سبيل المثال لم نرصد إطلاق الصواريخ التقليدية التي عادة حزب الله استعملها ب2006 أو استعملها ب2014 ببعض قواعد الاشتباك، على سبيل المثال الكاتيوشا، الجراد، الصنع الداخلي باتجاه الداخل الإسرائيلي. أما بالجانب الإسرائيلي، هذه المسألة الأساسية التي أيضا نرصدها هو عملية التطور بإلقاء القصف أولا. حتى هذا التطور اليوم حصل في بلدة رب الثلاثين، حصل في الأوزع، الآن هذا الربيد، هذا عسكريا تطور جديد في العمليات على الأرض. شكرا جزيلا لك محمود الشكر مراسل الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.